السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة الجدري اللي بيجي للحمام في الصيف أو الزغاليل بالأخص. الجدري جالي اسئله كتير جدا يا جماعه، الجدري كل واحد بيقول الجدري نعمل فيه ايه. اهم حاجه في موضوع الجدري يا جماعه قبل ما يجي هو الوقايه. الوقايه يا جماعه انا دايما بتكلم عن الوقايه في الجدري، ناس كتير قوي وعملت فيديوهات كتير قوي عن الفلاجيل ومضاد السموم، وقايه من الجدري والكنكر، الجدري اللي بيقولوا عليه بعض الغوا القدام اللي زي حالاتي يقولوا عليه الجص اللي بيطلع في جسم الزغاليل ويخلي شكلها مش كويس. احنا ما شاء الله عندنا الزغاليل اهو اللي بنحصنها دايما، او مش تحصين، احنا بنعتها وقايه علشان ما يتقالش ان هو تحصين، في حاجات تانية تحصينات تانية بس حاجات غاليه ولازم تجيبها من اماكن موثوقه. معانا احنا الزغاليل اللي محصن مدينهم وقايه، الفلاجيل ومضاد السموم. هنوريكم الحاجات اللي كنا بنعملها، وجبنا كمان دواء جديد نوريه لكم يكون مضاد سموم اكثر فعالية في الموضوع ده، وازاي لو طلع فيه حباية من اللي هي جدري تتصرف معها ازاي. هنوري لحضرتك تعمل ايه. هنقول لك كل الحلول اللي تقضي عليها على الجص او الجدري. يا جماعة الجدري سهل جدا لو انت بتتعامل معاه من البداية زي ما انا بعمل كده بالظبط، مش هيطلع عندك من اساسه ومش هيظهر من اساسه، رغم ان انا ما بعطيش الامصال اللي هي التطعيمات، اللي انا بعطيه وقاية، جدول وقاية كل شهر من الجدري. هو بينفع في حالة الجدري والكنكر وانتفاخ الحوصلة بالماء او بالهواء اللي احنا بنعمله ده، اللي هو الامريزول اللي كنا بنعمله، امريزول اهو، امريزول او فيلاجيل، يعني الاثنين واحد مش هنختلف، امريزول او فيلاجيل اللي تلاقيه. وكنت بعطي مضاد السموم ده اسمه كوليستيزول يا فاضية، لكن هنستبعد ده دلوقتي وهنشتغل بحاجة احسن، لان انا حسيت السنة دي ان هو مش نفس الفعالية. انا بقول يا جماعة اهو الناس اللي بيصنعوه، وانا مسؤول عن الكلام ده، كانش بيظهر حباية، السنة دي ظهر حباية، فهستبعد ده. انا بحسلكم عن البديل الاقوى، مش البديل ده الاساس، لكن انا كنت ببحث عنه وما كنتش لاقيه. ده اسمه بروميكس، معلش متلخبطه هنا في الكتابه شويه، انا هسيب لكم الازازه بتاعت الصوره بتاعته على غلاف الفيديو. بروميكس مضاد سموم يا جماعه. العبوه دي زي ما شفنا كده، هي هو بيستخدم 1 سنتي على لتر ماء لمده 3 ايام. الله يجازيه خير الاستاذ اشرف خضير صاحب محلات مستلزمات الطيور في ميدان الشهبية، 50 سنتي 25 جنيه، اسمه بروميكس، فانا هستخدمه. ما انتش هستخدم التاني طالما ان انا لقيت الدواء ده. طيب بستخدمه ازاي؟ 1 سنتي على اللتر زي ما قلنا، لكن انا برضو مش هستغنى عن الفلاجيل. طيب هقول لحضراتكم ازاي. اول معانا لتر المية اهو، معانا لتر مية، هنجيب سنتي من الدواء وحطلي تحتها كيس علشان ما تخرش منها، ما شاء الله عليه شغل نظيف. اسحب منها، جيب سرنجة صغيرة. طبعا بعد ما رجينا الازازة سحبنا 1 سنتي عشان حد يقول لي انت ما ليه ما بترجش الازازة، احنا بنبقى رجين الازازة بس بنبقى واقفين التصوير يا جماعة. اهو 1 سنتي حطيناها على اللتر، لكن مش هكتفي بكده، انا هحط الفلاجيل او امريزول 5 سنتي اللي انا بعملهم. بس خد بالك يا جماعة الحمام ما بيحبش طعم ده ولا طعم ده، فانت لازم تعطش الحمام 5 سنتي على لتر، 5 سنتي
هي دي السرنجه 10 سنتي اهو 5 سنتي. وبنستمر عليه 3 ايام في الشهر كوقاية، او عشان ما تنساش مهم جدا اهم حاجة عندك، او ان انت تستخدمه مرة كل اسبوع. حدد لنفسك يوم الخميس يوم الجمعة من كل اسبوع تأتي الاتنين دول. ده خلاص كده ده للحمام الجماعي او اللي انت للمية بتاعت الحمام الكبير. طيب هتعمل ايه للحمام الصغير الزغاليل الصغيرة اللي لسه طالعة؟ هنقول لك تعمل فيها ايه. نشيل دي نحطها للحمام الكبير ونيجي للزغاليل. انا بعطي دايما للزغاليل، هنقول انا بعطي للزغاليل دايما اللي هو الفلاجيل. تمام، انا بعطي الفلاجيل او امرزول، كنت عملت قبل كده ان انا بعطي لهم ده وقاية من يوم الثامن والتاسع والعاشر. هقول لك نعمل ايه دلوقتي. انا هستخدم بدل ما كنت بعطي فلاجيل او امرزول نص سنتي في فم الزغلول اللي هو عمره 8 ايام، انا هستخدم احط 5 سنتي في الكوبايه دي على سنتي زي ما عملنا بالظبط للحمام الكبير، على سنتي من مضاد السموم اللي هو بروميكس اللي هسيب لكم صورته. يا جماعه اللي عايز الفيديو باختصار هيلاقيه على قناه معلومات في تربيه الحمام، اهو هسيبه لكم برضو الفيديو المختصر في صندوق الوصف تحت اللي عايزه باختصار. انا هحط سنتي هنا علشان الموضوع ده خطير جدا، ما ينفعش نعمله اي كلام. موضوع الجدري في الزغاليل اللي بيصيب الزغاليل او بيصيب الحمام الكبير، لو صاب الحمام الكبير تبقى مصيبه كمان، في يبقى اهمال جدا من حضرتك يعني. انصاب الزغاليل يعني هنقول ايه، ما بتغسلش المسائي، تعملش في حشرات في الحمام، كل دي من اسباب الجدري يا جماعه. الحشرات من اسباب الجدري ونظافه المسائي، تغسل المسائي كويس. وخمسة سنتي هنحطهم عليها ونملى الكوبايه دي ميه، كوبايه ميه اهي صغيره مش كوبايه كبيره، ونبدا نعطي للزغاليل. خلاص قلبناه عشان ما نعطيش الدواء مباشر، وهتشوف ان شاء الله اعمل بالطريقه دي ومش هتلاقي عند حضرتك جاس. وهقول برضو لحضرتك لو طلع عندك اللي هي حبايه او هي، هنشوف اهو، هناتي كل واحد من الدواء المخفوف ده 3 سنتي، 3 سنتي من الخليط المخفوف ده. تمام اهو 3 سنتي، نبدأ بعمر مثلا اللي هو عمر ساعة ما كده، شوف حضرتك بدأ التدبيس فيه او اغماء زي كده او اصغر من كده كمان. شوف ازاي، مش هقول لك عمر قد ايه، المهم بالشكل كده يا جماعة، لاني طبعا في زغلول بيبقى اكبر من زغلول. جبت الثلاثة سنتي، السرنجة دي كبيرة، وهعطي في الفم مباشرة، هاتيه 3 ايام في العمر ده واستمر عليهم 3 ايام. خلاص كل واحد وله طريقه يا جماعه، عشان ما حدش يقول لي ايه الكلام اللي بيزعل بتوع الحمام بيفتم، حدش يقول ان هم بيفتم، كل واحد يعمل الطريقه اللي هو ماشي عليها. انا بقول لك طريقتي، انا بعطي 3 ايام معايا اهو الاثنين اللي ما خدوش، وهوريك كمان اصغر من كده. واحد يسالنا على الطريقه وبعد ما اقول له على الطريقه يقول لك بتوع الحمام بيفتم، اعمل اللي يريحك، انت بتسمع من ده وبتسمع من ده واعمل زي ما انت عاوز. اهو يا جماعة 3 سنتي لمدة 3 ايام. لو عملت من عمر اسبوع ماشي، من الثامن والتاسع والعاشر، بص الحجم الزغلول واعمل. هنجيب حجم اقل ونشوف برضو. انا خفه بمية علشان اعمل كل الزغاليل. انا معايا زغاليل اعمار اصغر، هنشوف فيهم اللي ينفع، مش هعطي الاعمار كلها يعني. مثلا ممكن ابدا بده اللي غمق ريشه، ممكن اعمل ده، اعطي نفس الكميه لان هو دواء مخفوف يا جماعه، ما انتش هتلاقي ان شاء الله يطلع عندك اي، مش هيطلع لا كانكر ولا جدري ولا انتفاخ الحوصله ولا الحاجات دي. طيب معلش، هو هنطول الفيديو شوية عشان نقول لكم نكتفي بدول، وهنقول لكم لو لقيت زغلول بعد الوقاية اللي انت عملتها دي وبعد غسل المسائي
وبعد ما رشيت الحشرات من الذباب ما فيش في حشرات، لو طلع حبايه تعمل ايه؟ اجيب زغلول ونقول لكم تعمل ايه. طيب معايا حاجه اسمها، هي وصفه بلدي قديمه، ده اسمه رخل، ده رخل بيجي من عند العطار. الحبه دول ب2 جنيه يا جماعه، يعني الموضوع رخيص جدا. ده رخل، وفي كمان ممكن تستخدم اللي بيزيلوا بيه الاظافر، الناس بتعمل بيه اللي هو مزيل، اللي هو اسيتون، اسمه اسيتون، برضه بيجيبوه من الصيدلات بيزيلوا بيه الاظافر، لكن ده هو ارخص حاجه وانا مجربه، وهوريك الزغلول اللي انا مجربه. وفي كمان دواء اللي بيشيلوا بيه عين السمكه او الصنط، بيتباع في الصيدليات، لكن انا جبت لكم روح الخل اللي هو ارخص حاجه. معلش يا جماعه لو الفيديو طال. طيب انت بتعمل ايه في الحبايه حضرتك؟ بتجيب عود كبريت من الناحيه دي كده، او سلكه ودان، لو ما فيش سلكه ودان يبقى عود كبريت زي ما عملنا كده اهو، نلف حته قطنه عليها بالمنظر ده، اهي حته قطنه صغيره كده، تمام، لفيت حته القطنه على العود الكبريت، فتحنا الازازه دي كده. روح الخل يا جماعه، هو ريحته نفذه ويعتبر خل مركز، وجبنا دي كده بطسناها زي ما قلت لحضرتك، والله الازازه دي ب2 جنيه، حتى ما كانش في غير جنيه ونص، الراجل خدهم يعني ما كانش في فكه، خد جنيه ونص، تمام اهو. معانا الزغلول اهو، جبنا الزغلول اللي فيه الحبايه، اهو اوري لحضرتك بالصوره، هتشوف هو ما شاء الله زغلول حجمه كبر شويه في السن، بس انا عايز اوري لحضرتك الحبايه، هي حاجه لا تذكر، محدش يشوفها، لكن نحاول نقرب بالكاميرا خالص. شوف حضرتك انا دهنتها من روح الخل حوالي 4 مرات، وهتبقى دي الخامسه كل يوم دهنه فوق الحبايه. شوف نشفت ازاي اهو، يا رب تكون واضحه نشفت ازاي، وهدهن له برضو دلوقتي، هي دي في كتف الزغلول اهو زي ما انت حضرتك شايف العظمه اللي هي في كتف الزغلول، تمام. نشوف الناحيه الثانيه، ده اول شيء اهي، اول مكان تدور فيه على الجدري اللي هو كتف الزغلول اللي هو هنا، ده كتف الزغلول، وشوف ما شاء الله نشفت ازاي، بحاجه ب2 جنيه، ب2 جنيه. يا خساره بقى اللي ما شافش نهايه الفيديو مش هيشوفها، اللي ما شافش الفيديو للاخر مش هيشوف الحكايه دي. الناس اللي بتشوف الفيديو وتجري بسرعه مش هيشوف الحكايه دي. اهو شفت انت دهنتها ازاي؟ ب2 جنيه يا جماعه. روح خل اهو. تعملها كده 5 ايام. على حسب ما انت شايفها، هي نشفت يعني هتقع لوحدها الحمد لله، ولا هتقشرها ولا تتعورها ولا تعمل فيها اي حاجه، الشغل المقرف ده. ب2 جنيه روح خل، دي وصفه قديمه كنا بنعمل بها زمان، الصنط للبني ادمين كان بيشيل بها الصنط، يقوم مشكشك الصنطيه، الناس الكبار، معلش انا كبير يمكن في السن فعارف الحكايه دي، كان بيجرح الصنطه بيشكشكها بابره ويقوم دهنها بروح الخل ده، تلاقي الصنطه نشفت كانه جرح ونشف، وبعد كده قشر وقع. نسيب الحماق الزغلوله، انت زورونا لسه هنقول كتير عن الجدري، بنبحث عن ادويه كتير، عن الحاجات الفعاله، لسه في حاجات كتير ما قلناش عليها في موضوع الجدري، تابعنا هتشوف كل جديد، وان شاء الله هنزور المحل اللي بنشتري منه الادويه البيطريه، وفي حاجات ممتازه جدا هصورها لكم ان شاء الله على الطبيعه، وبالاخص موضوع الجدري هنركز عليه من امصال ازاي، ولو الحبايه طلعت نتعامل معها ازاي، في حقن كمان للحبايه، حبايه الجدري. تابعنا هتشوف كل جديد ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.